مرحبا طلاب صف ثالث، انا مستر كان. اليوم سوف ندرس جملة كان. الان هيا نراجع سريعا الجملة الاسمية. ماذا تتكون الجملة الاسمية؟ هل يمكن هذا همام سوف يساعدنا اليوم في درسنا. هل يمكنك الإجابة يا مستر كومان؟ نعم، أنا أعرف إن الجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر. أحسن، نعم. هل تعرفون يا طلاب صف ثالث لماذا طرحت عليكم هذا السؤال؟ نعم، أحسنتم، طرحته عليكم لأن جملة كان لا تدخل إلا فقط على الجملة الإسمية. الآن ما معنى جملة كان؟ جملة كان هي كان ثم تأتي الجملة الإسمية، مثل الشمس ساطعة مثل ما ترون. فسوف نقول كان الشمس ساطعة. مهلا يا أصدقائي، هل هذه الجملة صحيحة؟ هل يمكنك الإجابة يا مستر همام؟ نعم، أعرف إنها ليست صحيحة. علينا أن نضع كانت الشمس ساطعة، علينا أن نستبدل كان بكانت، لأن الشمس إنها مؤنث وليست مذكر. نعم، أنت صحيح يا مستر همام، شكرا. والآن أعطوني أمثلة. قد أعطيناكم مثالا، حان دوركم، فكروا.